السلام عليكم. مرحبا، وعليكم السلام. قبل صراحة قبل بدء شرح المنصة، أود بدوري شكر مدير الإقليمي لبركان، كنشكر جل المقدمين لهذه الأمسية. أول حاجة كنشكركم على الدعوة ديالكم لنا لإقليم بركان، هذه الدعوة افتراضية. إن شاء الله تدوز هذه المحنة اللي حنا فيها ونكونوا حاضرين عندكم أون بريزونسيال. إن شاء الله، بارك الله. شكر خالص للأستاذ محمد قصو والزميل ديالو. شكر المدير كما قلنا الأستاذ فاضل عمر العلالي، عبد المؤمن حجي، كنشكر كذلك مدام إلهام العزيز، مدام حسن الأيوبي، مسيو محمد رزوقي، يعني جو الإخوان يتقدموا بالكلمة ديالهم. وصراحة الواحد ما يقدرش يزيد شي حاجة على شي تقال كامل. ألا حاجة واحدة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأرقام صراحة اللي أعطتنا أستاذة حسنة ما كدعي المسألة واحدة، إن دلت فإنما تدل على المجهودات اللي كيقوم بها جميع المؤثرين سواء الإداريين أو الأساتذة الكرام. الحمد لله كنا من الإخوان من قبل ما تجي هذه المحنة، وكنا الحمد لله قايمين بالواجب. هذه المحنة هذه ما تكون غير عتبة وغيدوز. كيف ما ذكر الأستاذ رزوقي، على ذكر واحد المسألة مهمة، لكن تكلموا على 20 سياكل العصر 21. الهدف منه على أننا نحاول نطوروا من التقنية اللي كنخدموا بهم، اللي كنقروا بهم التلاميذ ديالنا، يعني ميم لو كونتوني المحتوى، يعني كنطور المحتوى باستعمال تقنية جديدة، التقنية الافتراضية. هاد المسألة هذه باش أنني يمكن لي ننجحها خاص تكون عندي طموح، خاص تكون عندي قلب باش نخدم، ولكن من غير استمرارية كتوقف العجله، وبالتالي كنتمنى على ان العجله تسير وتزيد بهذا الشيء القدام. وهذا الشيء كامل اذا عملناه كنعملوا لصالح الاطفال ديالنا والتلميذ المستقبل، ونتمنوا الخير جميعا. نمر دابا فيما يخص منصه تيمز. منصه تيمز لاحظت بعض الاسئله كانوا كيطرحوا في نفس الوقت. غنتكلم لكم واحد المساله، غنعملوا اطلاله او لا شرح على المنصه فيما يخص الأسئلة حتى الآن معنا في هاد الأمسية الثقافية. 139 أستاذ، هذا عدد واحد آخر كان ضيفه الأعداد لقات أستاذة لقات أستاذة حسنة. 139 إن شاء الله اليوم غنحاول نجاوب الأسئلة ديالكم كاملين. إذا تعذر علينا الوقت تقدروا تصيفطوني الأسئلة ديالكم ونجاوبكم فيما بعد. 139 واحد معانا في هذه الأمسية، يعني ديجا 139 عنده البرنامج تيمز، سواء التحق بنا عن طريق برنامج تيمز النسخة المكتبية، أو برنامج تيمز على الهاتف المحمول، أو النسخة ديال الإنترنت، أو النافيغاتور ويب محرك البحث. ملي كنتكلموا على أن هاد الإخوة اللي معانا هنا كلهم ملتحقين معانا في تيمز، نقدر نضيف واحد المسألة إذا أمكن. تيمز أول مسألة، اما هي كيفاش يمكن لي ناخذ هاد التيمز هذا؟ يعني بالنسبه للاخوان اللي ما عندهمش تيمز في الهاتف، كنطلب منكم على انكم تثبتوا البرنامج في الهاتف ديالكم. اللي ما عندوش الحاسوب ديالو، كنطلب منك على انك تعمل تثبيت ديال البرنامج في الحاسوب ديالك. ملي كنتكلم على الطريقه كيفاش يمكن لي نعمل تثبيت ديال البرنامج، فهي طريقه سهله، وبالتالي غنعمل غنبارطاجي معكم ليكرون ديالي باش انكم تشوفوا في نفس الوقت المسائل اللي كنعمل. اخوان الكرام، قدامكم هنا البوابه الرقميه اوفيس 365. نعم، سيتمون دقيقه، الان راه معنا تقريبا اكثر من 150 شخص، يعني باش كنشكركم، يعني الناس متشوقه لهاد التكوينات وممكن كيتزاد العدد، يعني من دقيقه لدقيقه كيتزاد العدد. شكرا جزيلا لكم. الحمد لله. كما ذكرنا إخوان، بالنسبة لبرنامج تيمز اللي التحقوا بنا الآن أو اللي كانوا معنا من الأول، بعض الإخوان اللي خدموا تيمز بواحد منصة خاصة، ولكن هنا كنتكلموا الإخوان اللي بغيو يتبتوا المنصة أو البرنامج في الهاتف ديالهم أو في الحاسوب، ماشي غير عمل تيمز من الانترنت أو من نافيغاتور ويب. علاش غير نعمل تثبيت ديال البرنامج في الهاتف ديالي أو لا في الحاسوب؟ حنا غيكون عندك واحد الخاصيات زايدين، أو لا غيكون عندك إمكاني أنك تحضر معنا هذا الاجتماع، ما كنتيش معنا في لنفترض على انك ماشي في المكتب ديالك او في محل واحد اخر، ما لقيتيش هذا الحاسوب يمكن لك تلتحق بالاجتماع، يمكن لك تلتحق من الهاتف ديالك. التثبيت البرنامج في اي جهاز، اول حاجه كنعملها
خاصني نسجل في البوابه الرقميه. كندخل بال لو كونديل ديال التعليم. ملي كنخرج لو كونديل التعليم اش كنلقى ندير؟ كنلقى ندير انستالي انستالي اوفيس. ماغاش نعمل انستالي اوفيس بور لا سامبل ريزون غير ندخل ديريكتومون تيمز. اون فوا ملي كندخل تيمز بالانترنت اولا البوابه الرقميه 365 كتلقى عندك بعض الاقسام اللي سبق ليكم اللي سبق ليكم اش اتيوم تقدر تلقاها اول مره اذا كان هذا هو اول لقاء ديالك مع البرنامج. اذا كان هذه اول مره غتستخدم هذا البرنامج هذا يعني غتستخدمه ماشي انك يلا غتدخل واحد لاغينيون لا غتعمق فيه باش انك تثبث هذا البرنامج اي جهاز غتشوف معايا على اليمين الفوق غتلقى عندك واحد دائره فهي اما غتكون الصوره ديالك او الحروف الاولى من الاسم ولا الاسم الاول الثاني ديالك. ملي غنكليك على هذا لو سيركل غنلقى عندي هنا لتحت تيليشارجي لابليكاسيون دو بيرو. تيليشارجي لابليكاسيون دو بيرو كتمكنني باش انني نثبت تيمز في الحاسوب ديالي. هادشي في حاله اذا كنت دخلت البوابه الرقميه من الحاسوب. اذا كنت دخلت البوابه الرقميه من الهاتف في الحاله هذه غنعمل تيليشارجي لابليكاسيون موبيل. يعني هنا طريقه باش انني يكون بامكاني انني نثبت البرنامج سواء في الهاتف ديالي او الحاسوب عوض على انني نكمل استخدام البرنامج غير من البوابه الرقميه. هنا ثلاث طرق ممكن تدخل في الانترنت في البيسي ديالك او لا في التليفون ديالك. هنا ممكن تتكلم على الفرق بين هاد ثلاثه انواع ديال التثبيت غنشوفهم مع الوقت يعني بشويه الشرح غتبان لكم لا ديفونس اونت لي دو بوين. ملي كندخل تيمز اللي هو هذا كما كنشوفوا قدامنا هنا تيمز الرحله الاولى ديال الاستاذ تيمز كتبدا بانشاء مجموعات. ملي كنتكلم على المجموعات كنتكلم على اقسام ماشي لا بود يكونوا اقسام. بالنسبه للاساتذه يقدروا يحتاجوا انهم ينشئوا اقسام. بعض الاساتذه غيبغيو ينشئوا مجموعات بينهم هما كاساتذه. بعض الاخوان غير يبغيو ينشئوا مجموعات خاصه بالاداريين الاخوان اللي كيخدموا في الاداره. بعض الاخوان غادي يبغيو ينشئوا مجموعات اللي كنسموها مختلطه بمعنى ماشي لا بود غيكون عند واحد الموضوع محدد. On l'appelle des équipes de type autre. بالنسبه لك انت كمستخدم التيمز واللي غادي نشوفوا اليوم النوع اللي كيهم تيمز كتسمعوا دابا؟ نعم كنسمعوك دابا. تما اللي غنشوفوا في تيمز كيخص انشاء اقسام مجموعات من شكل اقسام. علاش تكلمت على واش قسم او مجموعه ما بين الاساتذه او مجموعه ديال الاخوان الاداريين او مجموعه ديال بعض نوع اخر او لا اخر. غنعمل اول حاجه غنعمل روجواندر او كري اون ايكيب. يعني اذا كان اول مره غنعمل كري اون ايكيب او غنكري واحد المجموعه غنشئ واحد المجموعه اول حاجه كنعملها سواء دخلت من تيمز من البوابه الرقميه الانترنت او من التليفون من الحاسوب ديالي غنعمل انشاء. ومن احسن نسخه تقدر تخدم بها هي النسخه ديال المكتبيه اللي كتانستالي عندك في المكتب ديالك. روجواندر او كري اون ايكيب. ملي كتعمل روجواندر او كري اون ايكيب كيعطيك جوج اختيارات كري اون ايكيب او لا روجواندر اون ايكيب على دان كود. يا اما كري اون ايكيب او بيان روجواندر اون ايكيب على دان كود. كري اون ايكيب انت غتكري ليكيب ديالك وانت غتكون المسير الاساسي ديال هاد المجموعه. يعني نعمل كري اون ايكيب غنكون انا هو لو بروبريتير ديكيب. ولكن يمكن يكون عندي واحد الزميل واحد اخر اللي نشا ديال واحد المجموعه مسبقا وبغى بغى يضيفني في هذيك المجموعه ولكن ما عرفش لادريس ميل ديالي البريد الالكتروني ما عرفوش كيفاش مكتوب وبالتالي عاود على انه غيبقى كيفكر شنو هو البريد الالكتروني يقدر يعطيني واحد لو كود بحال اللي كنسموها العنوان ديال المجموعه. العنوان ديال المجموعه يقدر يعطيني هذاك العنوان اللي هو عباره عن سلسله ديال الارقام. ملي كناخذ هذيك السلسله ديال الارقام كنكتبها فروجواندر اون ايكيب وكنلتحق بالمجموعه ديالو بطريقه اوتوماتيكيه. هنا فيما يخص كري اون ايكيب انت اللي غتكري مجموعه. اذا كان عندك ان كود تقدر تكتبه هنايا في الخانه الثانيه باش انك انت تلتحق بمجموعه واحده اخرى اللي تم الانشاء ديالها مسبقا.
انا شوف دابا اول حاجه انا استاذ على سبيل المثال غنعمل كري اون ايكيب كري اون ايكيب هنا كيعطيني اربعه ديال الانواع كما كنا قلنا مسبقا كلاس القسم كوميونيتي دو فورماسيون بروفيسيونيل بور لي زونسيون ديال الاساتذه بيرسونيل الاداره اوتر دي زوتر اكتيفيتي نقدر نعملو اذا كان عندي برامج في المدرسه ديالي رحلات برامج توعويه انشطه ترفيهيه اكسترا ممكن لي نعملها في اوتر اول حاجه غنعمل كلاس حنا هادي كيهمني كلاس هي فيها يكون واحد لاشونج تبادل بين الاستاذ والتلاميذ ديالو يقدر يعمل لا كلاس ديالو يقدر يعمل جدول زمني يقدر يعمل امتحانات يقدر تبادل يا اما اراء وافكار مع التلاميذ ديالو ميم دروس هادشي ملي كنعملوه من النوع الاول اللي هو كلاس جو كليك سور كلاس كلاس هنا كيقول لي عطيني اسيدي لو نون دو لا كلاس هنا خاصك تسمعني عافاك مزيان في المساله هادي ملي كتسمع لو نون دو كلاس انا غنعطيك ce qu'on appelle nomenclature qui fait que tu écris le nom ماشي مساله ديال الكود اولا ان ديفلوبمون انفورماتيك لا كتكون معنا التركيبه كيفاش خاصني نسمي المجموعه ديالي اولا القسم ديالي فالمساله اش كنعمل اذا كنت انا استاذ كنقري في مؤسسه وحده مزيان في الحاله دي غنخلي مؤسسه عارفني يعني الا غندخل تيمز غادي نلقى الاقسام ديالي في ديك المؤسسه ثاني حاجه اش كنعمل انا كنقري ماده على سبيل المثال ماده او اللغه الانجليزيه غني جينا نكتب انجلي يعني كنعرف على انا كنقري اللغه الانجليزيه واخا كتقري اللغه الانجليزيه شنو هما المستويات اللي كتقري نقدر نكون كنقري اللغه الانجليزيه السنه الاولى خلينا نقول السنه الاولى باك السنه الثانيه باك على سبيل المثال دونك انا من هنا السنه ولا باك السنه اولى باك نقدر كنكون كنقري اقسام متعدده يعني انا كاتمان كنقري اللغه الانجليزيه المستوى الاول باك والثاني باك في المستوى الاول باك كنقري القسم عندهم ارقام كيكون عندهم دي كود كنقري على سبيل المثال نقول القسم واحد يعني هذه المجموعه هذه اللي غادي ننشئها في هذه اللحظه هذه كتهم القسم واحد من سنة أولى باك في اللغة الإنجليزية وبالتالي في كل قسم كيكون عنده واحد المجموعة ديال كيقول هنايا كريي اون ايكيب ا بارتير د موديل ديكيب ديكيب اكزيستانت شنو كيعني بالمسألة هادي يقدر يكون عندي واحد المجموعة سبقت وعملت لها الإنشاء عملت فيها زدت فيها التلميذ ديالي زدت فيها ان كونتينو عملت واحد التشكيله بان لي واحد اللحظه بان لي ان عملت واحد الخطا في هذيك المجموعه بغيت نحي المجموعه ولكن الا بغيت نحي المجموعه وغنعاود نكري المجموعه غنحتاج عاوتاني نعمل نفسي من جديد يعني عاوتاني نضيف التلاميذ كلهم وعاوتاني ننشا المحتوى ديال المجموعه من جديد لا شنو كاين نعمل في هذه الحاله هذه يمكن لك تعمل كري اون ايكيب ا بارتير د موديل ديكيب اكزيستانت اش كتعمل كتقول عافاك تيمز هذه المجموعه اللي غنكري دابا بغيت نستوحيها اولا نعمل واحد النسخه من مجموعه سبق ليا وشاتها وشنو غنعمل غناخذ منها غير التلاميذ فقط لا غير وبالتالي في الحاله هذه شوفوا معايا ملي غنعمل سويفون ملي غتعمل سويفون شنو غنقول لك في الحاله هذه كيطلب منك عاد عطيني التلاميذ في الحاله الاولى اذا عملتي ا بارتير ديكيب ديكزيستانت هنا غيجيوك التلاميذ واجدين شنو عملت اول حاجه عملت كري اون ايكيب من بعد عطيتها السميه ديالها اللي هي الماده المستوى القسم هذا الاسم ديال المجموعه دابا هنا بالنسبه للتلاميذ كيفاش غادي نضيف التلاميذ في هذه المجموعه هذه ملي كنبغي نضيف التلاميذ في هذه المجموعه خاص يكونوا ديجا التلاميذ عندهم لو كونط وفي هذه الحاله هذه في اليومين هذا التلاميذ كلهم عندهم عنوان التعليم ادريس ميل التعليم بالالكترون التعليم وبالتالي اي حد عنده ان كونط تعليم غادي يلقاه في هذه لا ليست هذه هنا غادي نضيف على سبيل المثال تلميذ الف 1 اجوتي نغير من الف 1 اجوتي غيكون بامكاني على انني نزيد هذا التلميذ هذا في المجموعه جو لو كري جو لانديتي عندي في ليكيب في الحاله هذه غنعمل فيرمي وغنلقى عندي هنايا مجموعه اللي سميتها انغلي
بروميير اني باك لو تيب 1 دونك انا عندي هيا مجموعه كريس نشات المجموعه اللي فيها عضو واحد باش كنعرف شكون من اعضاء ديال المجموعه كتلقى عندك هنا في اول انشاء كتلقى عندك بروفيسور 3 ا اجوتي اليف 1 وتقدر تلقى على حسب التلاميذ اولا الزليف اللي اجوتيتهم كتلقاهم كيتزادوا عندك ملي كنبغي ناجوتي دوتر مومبر دوتر زيك دوتر دوتر زليف بكل بساطه لحد الان اول خطوه انك المجموعه هي عندك واجده الخطوه الثانيه اذا بغيت اجوتي دي مومبر كان جو كليك سور هاد لي 3 بوين كنعمل نقر على هاد ثلاثه النقاط كنلقى عندي هنايا اجوتي ا مومبر اجوتي ا مومبر غادي يردك نفس الانترفاس باش انك يمكن لك تزيد تلاميذ واحد اخرين ولكن الى لاحظتي معايا هنايا عندك حتى اونسينيون يعني اذا قدر هذيك المجموعه يصير اكثر من استاذ واحد بالتالي يمكن لك تزيد ادريس ميل ديال واحد الزميل ديالك اللي كيقري كيقري نفس الماده اولا غادي يعاودك فواحد المده زمنيه فواحد السيمين واحد الاسبوع شكون على المثال تقدر تاجوتي هنا في ليكيب ومن بعد تحيدو من ليكيب هنا يمكن اجوتي وبالتالي غادي يوليو في هاد المجموعه هادي غيقول لي عندي جوج ديال المسيرين هنا غادي نرجع ايكيب هاد المساله هادي ديال روجواندر اذا كنتي غتعمل تنشا مجموعه واحده اخرى وكل ما عملت كري اون ايكيب غيتزادوا لي هنا ليك زيكيب كلهم يعني مجمل جوج المجموعات اللي نشاتهم او الاقسام غادي يبانوا لي في هاد الشاشه اللي سميتها ايكيب ايكيب عملت هاد الانشاء هذا ديال المجموعات غادي نرجع رابيدمون ملي كتشوف هنا عندك اكتيفيتي شنو كنعني باكتيفيتي اكتيفيتي اخوان اي حاجه وقعت في المجموعات يا اما اللي انت نشاتيهم اولا المجموعات اللي انت كتنتمي ليهم اي تبادل المعلومات كيخصك انت بالضبط في هذه المجموعات غادي يوصلك ان ميساج في اكتيفيتي بمعنى انت يا عضو في واحد المجموعه وبالك واحد لا غينيون زات كيف ما كتشوفوا هذه على سبيل المثال انا جو سيغمون تيسفي غير تبان لي اكتيفيتي على ان زات واحد لا غينيون جديد وبالتالي ما غاش نحتاج على ان نبقى نمشي للايكيب ونقلب على لي زانفورماسيون هذه من جهه من جهه ثانيه ملي كيعمل واحد زميل ديالنا في ليكيب اولا المسير ديال المجموعه عمل واحد لي دوكيومون حطوا لينا اون سيغ نوتيفيي وكان اون سيغ نوتيفيي متاج بالاخص ملي كنسمعوا لا نوسيون ديال تاغ تاغي اللي كتخدموها في وسائل التواصل الاجتماعي كتعمل اروباس وكتكتب على سميتها غنعمل بحال هكذا غنرجع انا هنا كونفرسيون ديال سميتها هنا غتقدر داكور دونك هنايا غنرجع مجموعه سميتها هنا au niveau de message ignoré je peux venir ici et je clique sur at at un an dans ce cas là mais quand même at un an et je lance ou bien j'envoie par exemple voilà par exemple ça si vous voyez une fois que j'ai fait at ns l'ism بحد ذاته تبدل ماشي كيثير انتباه ما كاينش انتباه ديال الاعضاء وبيتي شنو كلي كنعمل في الحاله هذه كنخدموا سكون ابل انونس اش كنعمل شوف معايا بريكت على هاد نقرت على ا هاد ليكون اللي تحت الايقونه اللي تحت هنا غنبدل عاود انا نخليها نوفيل كونفرساسيون جو في لا روند انونس وشوف معايا كيفاش تبدل هنا يمكن ليا يكون عندي الامكانيه على انني لعب على شكل ديال لو ميساج هذا غير تكست اونفوي داكور دونك سكان لو كور في الحاله هذه شوف معايا الفرق هذا الاولاني كونفرساسيون ولو دوزيام انونس يعني اون فوا ملي كتدخل البوابه اولا ملي كتدخل المجموعه كيبان لك الميساج اللي مهم مع كتسمح لك تعطي واحد الصفه ديال ميساج امبورطون فهاد الميساج هادو بيان فهاد المساله فهاد المجموعه يمكن لك تعمل دي زانونس فو بوفي اتاشي دي دوكيومون يمكن لك تعمل تستخدم الخاصيات ديال الايموجي اولا الجيفس الجيفس اللي احنا صراحه ملي كنتكلموا كيكون كنتحاور مع التلاميذ والاطفال على حسب الاعمار فواحد واحد العمر محدد ولا فواحد الفتره عمريه محدده التلاميذ كيحبدوا على ان يكون هذا لي شونج كنسميو مرح يعني ملي كتخدم باش انك تقدر دوز بعض المعلومات تقدر تخدم هذه الاشكال ديال الجيفز او الايموجيز اللي كيزيد واحد بحال مر على المعلومه بحد ذاتها هنا يمكن لك تخدم
التخصصيه ديال روجواندر ماتنو روجواندر ماتنو جو ريسك على اني جي كيتي لا ريونيو اللي حنا فيها دابا. عندنا ستريم ستريم دون لاكسي او ستريم لا بلاتفورم ستريم ديال الفيديوهات اللي هو واحد من البرامج المتاحه اللي كيعطيها لكم